اترككم مع الشيف بعد ما يخلص الشيف شرح نبدا بالهاشتاج. الشيف استاذ شيف معك الشرح ومعك المقادير ومعك الامور كامله. اهلا وسهلا، السلام عليكم ورحمه الله. اسعد الله مساءكم بكل خير مشاهدين ومتسابقين منورين المطبخ. معنا اليوم الطبق الحار باذنجان، راح نصلح فتت الباذنجان. فتت الباذنجان اول حاجه نقشر الباذنجان، نقطعه مكعبات صغيره، مربعات صغيره، نقليه في الزيت. نقليه مزبوط يعني حتى يصير اسمر غامق، تمام. راح اقول المكونات. باذنجان بحتاج لفتت الباذنجان، باذنجان طحينيه، زبادي، عصير ليمون، ملح، بالاضافه للطماطم والثوم الفريش والبصل، تمام. حلو. عندي صلصه طماطم وكزبرة خضراء، باذنجان طحينية، عصير ليمون، زبادي، ملح، طماطم، ثوم، بصل، صلصة طماطم، الكزبرة الخضراء، بالإضافة ل بهار مشكل من مقدار، بهار مشكل من مقدار. طيب أول مرحلة مثل ما قلت لك راح أقطع الباذنجان ونقليه. المرحلة الثانية راح نسوي الصوص الأبيض اللي هو الزبادي مع عصير الليمون والطحينية والملح، نخلطها كلها مع بعض. ايه، صوص الأبيض متماسك زبادي. كتوب أول مرحلة قليل باذنجان. أوكي. المرحلة الثانية تصنيع الصوص الأبيض اللي هو الطحينية مع العصير الليمون مع الزبادي مع الملح. طيب تمام، حضرنا الصوص الأبيض. باقي عندنا الحمسة. الحمسة نقطع البصل ناعم مع الثوم مع الكزبرة ونحمسهم مع الطماطم وصلصة الطماطم. نحمسها لحالة. 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 أنا قلت لك المرحلة الثالثة تصنيع الصوص الأحمر اللي هو الحمسة. نقطع البصل. نقطع البصل. والطماطم. والثوم، الطماطم، صلصة الطماطم مع الكزبرة الخضراء شوي ما نكتر. مع البهار المشكل من مقدار. هذه اللي مع الطماطم. هذه بروحها. حمسة بروحها هنا. الحمسة الحمراء على النار هنا. حلو. اوكي. اللي هي المرحلة الثالثة. بصل. البصل والطماطم. ايه؟ والثوم والكزبرة. والكزبرة والصلصة. اوكي الصلصة. تمام؟ اوكي. الصوص الأبيض بدون طبخ. يحضر. أوكي. بدون طبخ. بدون طبخ. بدون طبخ. حتخلطه هنا في الصحن الأبيض العميق. أه؟ تخلطه هنا. زبادي، طحينة. حلو. عصير ليمون، ملح. اوكي. تحركه مضبوط علشان يتماسك. حلو. الخبز هذا يقلى. يقطع مكعبات ايضا. مكعبات؟ مربعات مثل الباذنجان. اوكي. يقطع مربعات وتقليه. اوكي. تمام؟ بس صار لونه ذهبي ارفعه. مع الباذنجان. صفيه من الزيت، حط تحته فاين، صفيه من الزيت. وبعدين جيب الصحن العميق هاد. حط عليه الخبز المحمص. وصب عليه الكشنة. اللي نسويها الخطوة الرابعة. اي نعم. إيه؟ وبعدين نزل الباذنجان. الخطوة الرابعة ايش يا؟ جيب الطبق هاد. اوكي. تحط الخبز المحمص. أوكي. اللي قليته. اوكي. وتحط فوقه الحمسة بالطماطم. حلو. حمسة الطماطم. حمسة الطماطم حطها فوق الخبز على طول. اوكي. وبعدها حط ضيف الباذنجان المقلي. باذنجان. الباذنجان المقلي على الوجه. وبعدين صب الصوص على الوجه وزين بشوي بقدونس، او اذا عندكم مكسرات بيكون كمان كويس. طيب وبكون جاهز. سؤال بسيط. تفضل. الباذنجان بيحطه هنا في الزيت. ايه. اقدر احطه مع الخبز؟ مو مع بعض. يعني اخلص واحد اطلع بعدين. اول حاجه اقلي الخبز عشان يكون الزيت نظيف. الباذنجان بيسود الزيت. حلو. اقلي الخبز رقم واحد، بعدين اقلي الباذنجان. تمام؟ دل. في اي سؤال؟ سلامتك. يلا موفقين. لا، 1 2 3 4 5 خطوات صح؟ اي نعم. بس بنعيد لك. تفضل. تقطيع الباذنجان مربع. نعم. نقليه، بعدين نسوي الصوص الابيض اللي هو الزبادي والطحينيه وعصير ليمون. حلو. وملح. خلاص؟ تمام. بعدين الثالث نقطع البصل والطماطم والثوم وزايد صلصه زايد كزبره خضراء. اي شوي. اي زين، هذه الثالثه ونقليها. اي بعدين تحمير الخبز، بعدين نحط الخبز مع حمص الطماطم. نعم بالصحن. نحط الخبز تحت على حمص الطماطم ونحط عليه فوق الباذنجان المقلي صح؟ نعم. واخيرا ايش؟ تعال
اخر حاجه الصوص الابيض اللي صنعته الزبادي والطحينيه تغطي عليه فوق على الوجه تغطي فيه الاكله كلها اوكي حلو اوكي